احتفل بدخول ولاده من مراته التانية المدرسة، وهم اللي واخدين الدلع كله والحنية. بنته من مراته الأولانية اختفت من حياته وما بقاش يهتم بيها زي الأول، والجمهور بيسأل عنها راحت فين. أسرار عن علاقة الفنان محمد رمضان ببنته حنين. ايه سر اختفاء حنين؟ يا ترى محمد رمضان احتفل ازاي بدخول ولاده المدرسة؟ ايه أسرار حياة مراته الأولانية؟ التفاصيل كلها هنعرفها في الفيديو ده. يا عيني عليها حنين، بنت نمبر 1 محمد رمضان اختفت خالص، ما بقتش ظاهره في الصوره، وراحت عليها وما بقاش يهتم بيها ولا يسال عنها. وده بعد ما كنزي وعلي ولاده من مراته التانيه قالوا الجو واخدوا الدلع كله والحنيه. تخيلوا بدخول ولاده كنزي وعلي المدرسة، وراح وصلهم بنفسه بعربيته اللامبورجيني. ومش بس كده، ده كمان صورهم ونشر الصور بتاعتهم عنده من كتر فرحته بيهم. أما حنين فما عملش معاها كده رغم إنها لسه برضه في المدرسة. بس يا جماعة يمكن مدرستها ما فتحتش معاهم في نفس اليوم، وعشان غيابها ده الناس كلها بتسأل عليها وبتقول هي حنين بنته الكبيرة من مراته الأولى راحت فين؟ هو قطع علاقته بيها ولا ايه؟ وأسئلة كتير قوي رايحة جاية بينهم، وكل واحد بكلمة مختلفة عن التانية. حنين بنت محمد رمضان ما اختفتش من حياته ولا حاجة، كل الحكاية إنها عايشة مع أمها في فيلا ضخمة قوي اشتراها نمبر 1 ليهم عشان يضمن إن بنته تعيش في مكان كويس ونظيف وما تكونش أقل من حد تاني، وحتى يبقى عيب في حقه لو حد عارف إنها ساكنة في منطقة مش كويسة أو في شقة عادية. حنين بقى بتروح لأبوها كل فين وفين تزوره وتقعد معاه، وبعدين ترجع لحضن مامتها، والحقيقة إنه كمان دخلها أفخم المدارس الانترناشونال اللي بيبقى مصاريفها بالدولار الأمريكي. واللي ما يعرفش أمها فهي سيدة محجبة من عيلة أصيلة ومحترمة، وقفت مع رمضان أيام ما كان لسه ما معهوش الجنيه، وأهلها وافقوا إنها تتخطب له، وهو ساعتها ولا كان عنده شقة ولا كان عنده فلوس يجيب بيها ذهب أو يعمل أي حاجة، بس قالوا إحنا بنشتري راضي. لما ربنا كرم محمد رمضان وأمين خليجي شافه في مسرحية وعجبوا تمثيله إداله قلم ألماس، وباعوا رمضان واتجوز بيه مراته، وفضل عايش معاها في تبات ونبات. بس أول ما اتشهر وبقى نمبر 1 وبقى المعجبين حواليه كتير والعين ليه، سابها واتجوز مراته التانية اللي هي أم كنزي وعلي، واللي لسه على ذمته لحد النهاردة. مرات محمد رمضان الأولى أم حنين شكلها كده ملهاش في السوشيال ميديا، ويا عالم ممكن يكون رمضان هو اللي منعها من الظهور على السوشيال ميديا أو إنها تطلع في برامج، لأنه من يوم ما انفصل عنها عمرها ما ظهرت في الصورة ولا حتى اتكلم عنها بالحلو أو الوحش، على عكس حنين بنته اللي سابها تدخل التيك توك والسوشيال ميديا وتعمل فيديوهات. فعموما كله هيبان.